وهو بيان خاص للعميد مناف طلاس الذي يعلن انشقاقه رسميا عن نظام الاسد من خلال هذا البيان ويفصل في هذا التسجيل للعربيه موقفه من الازمه السوريه، نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. اطل عليكم في هذا الظرف العصيب من عمر بلادنا سوريا حيث تسيل الدماء البريئه التي كل ذنبها المطالبه بالحريه. اتحدث اليكم ليس كمسؤول بل كأحد ابناء سوريا، احد ابناء الجيش العربي السوري الرافض للنهج الاجرامي لهذا النظام الفاسد. اطل عليكم مترحما على ارواح شهداء هذه الثوره العظيمه وداعيا لفعل المستحيل من اجل الحفاظ على وحده سوريا وضمان الشروع في بناء سوريا الجديده. سوريا التي لا تقوم على الانتقام او الاقصاء او الاستئثار. فواجبنا اليوم كسوريين هو تطمين بعضنا البعض وتفويت الفرصة على هذا النظام وكل من يريد تأجيل الصراع بيننا كسوريين أتحدث بصفتي مواطنا سوريا يفخر بخدمته العسكرية في الجيش العربي السوري الذي لا يقبل شرفائه هذه الجرائم بحق بلادنا وأيا كانت الأخطاء من قبل البعض في الجيش العربي السوري فإن كان كل منتمن فإن كل منتم شريف لهذا الجيش ولا يقوم بقتل السوريين أو إهانتهم فهو يطبع قبلة اعتذار وتقدير على جبين كل مواطن سوري حر لحق به الأذى ممن سولت لهم أنفسهم التنكيل بأبناء بلادنا وهؤلاء الشرفاء هم امتداد لشرفاء الجيش السوري الحر ولذا فإن واجبنا اليوم كسوريين هو التوحد من أجل هدف واحد وهو جعل بلادنا حرة ديمقراطية دون أن نهدمها لنبني من جديد فسوريا اكبر من الافراد واعظم من ان يبدد تاريخها ويمزق نسيجها فيجب ان تكون ثورتنا ثوره على الفساد والطغاه لكن دون هدم النسيج الاجتماعي كما ان واجبنا كسوريين يحتم علينا الحفاظ على مؤسساتنا نحن السوريون وليست مؤسسات افراد اختطفوها او افقدوها مكانتها دعوتي ورجائي ان نتوحد جميعا من اجل سوريا موحده ذات نسيج متماسك ومؤسسات ذات استقلاليه همها خدمه سوريا ما بعد الاسد. اذا في هذا البيان الخاص بالعربيه اعلن العميد مناف اطلاس انشقاقه رسميا عن النظام السوري. وفصل كما راينا في موقفه من الازمه السوريه، كان العميد طلاس شغل منصب قائد اللواء 105 من الحرس الجمهوري قبل انشقاقه وخروجه من سوريا الى فرنسا، وتعتبر المعارضه السوريه ان انشقاقه قبل اسبوعين يشكل من اقوى الضربات التي تلقاها النظام السوري منذ انطلاق الاحتجاجات قبل 16 شهرا. لاس يتحدر من مدينة الرستن في حمص وكان من المقربين جدا من الرئيس السوري بشار الأسد وحاول قيادة المفاوضات بين النظام وأهالي الرستن لوقف الانتفاضة من دون جدوى.